بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم في قناة أم ياسمين، ونشكركم على المتابعة. واليوم رايحة نخيط الحيفة صغيرة حنا نستعملها للعروس. تبعوا معايا طريقة الخياطة. هنا استعملت الأبيض لأنها خاصة بالعروس. هنا نستعمل كتان قماش ساتان رويال، ونستعمل لاوات. ونحتاج دونتيل أونغليز، وهذا النوع من لاكيبير، هاد الوريدات صغار. ونحتاج هاد الفصوص، نركبهم بمسدس لاصق. هنا استعملت في الطول مترا، أي 100 سنتيم، وفي العرض استعملت 85 سنتيمتر. ولاوات يكون نفس القياس. هنا نقلب القماش على بعض من الداخل، ونخيطه من الجوانب. ونخلو فتحة صغيرة باش نقلبو القماش. هنا نخلو الفتحة اللي نقلبو منها القماش تكون حوالي 20 سنتيمتر. أتمنى تكون واضحة الصورة. إذن هنا انتهينا من خياطة الجوانب، ونقلب القماش إلى الخارج. نخرج مليح الجوانب، إذن بعد ما خرجنا الجوانب جيدا كما راكم تلاحظوا هذه الفتحة اللي خليتها. هنا نبدأ خياطة الدونتيل بهذه الطريقة. لازم نخيطوا الدونتيل من الجانب نتاع القماش. نخيطوا ونتنو تنيات صغيرة من الدونتيل كما راكم تلاحظوا، باش يجينا الدونتيل مشرشف.
حتى نكملوا القماش، جوانب القماش تاع الحيفة. هنا طريقة تدوير الدونتيل كما كنت لاحظتوا. ندوروه بهذه الطريقة. ونكملوا هكا حتى يكمل كامل جوانب. إذن هذا اللحاف خاص بالعروس، لما يكون يبرزوها يفرشوه لها في الكرسي. وهنا هذه الفتحة من الحقولها نحبسه حتى ندخلوا لاوات ونكملوا خياطة الدونتيل. نتمنى تكون الصورة واضحة، يكون الشرح مفهوم. والآن بعد ما كملنا الدونتيل ننتقلوا للاوات، نلووه بهذه الطريقة باش يسهل علينا العمل، وندخلوه في القماش. هنا بعد ما دخلنا لاوات نغلقوا هذه الفتحة اللي خليناها من قبل بهذه الطريقة. نطول الجوانب تاع القماش الى الداخل، الى الداخل كما نقولوا، باش ما يبانش الخيط. والآن نكملوا خياطة الدونتيل دائما من الجنب نتاع الفتحة اللي خيطناها. والآن ديروا علامات تكون متساوية في وسط الحيفة. وهنا خيط كما راكم تلاحظوا، كما نقولوا دربتها ودرت هادوك الوردات تاع لاكيبير، ولصقوا هاد الفصوص فوقهم. ان شاء الله راها واضحه. هنا الفصوص لصقوهم بالمسدس الشمع، ونزيدوا من الجوانب نزينوها بهاد الفصوص.
هنا نسخن مسدس الشمع جيدا ونلصق الفصوص. تنكملوا الاماكن اللي درنا فيها دوك الورود تاع لا كيبير ونزيدوا من الجوانب. اذا هذه هي الحيفه بعد ما انتهينا من خياطتها. او مدربه كاين اللي يقول لها مدربه كاين اللي او لحاف. نتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش الاشتراك والضغط على زر الجرس كي يصلكم الجديد. وسلام، الى الملتقى.